مرحبا، كيف حالكم؟ انا كتير 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 مبسوط لان اليوم انا نشيط كتير وفزت على صاحبي. صاحبي، بدي اقول لكم قصة صاحبي. انا كنت انا وصاحبي على البحر، وكل مرة بنعمل سباق الجراي وانا بفوز عليه عشان انا بطل ونشيط وشطور. فكل مرة بفوز عليه، اليوم صار زعلان بقول لي انا زعلان منك يا علوش. قلت له ليش؟ قال لي انت كل مره بتفوز علي. قلت له عشان انا باكل. باكل ايش؟ باكل من اللي جوا هنا. قال لي كيف انت بتاكل بسيط قوي؟ قلت له بسيط قوي وبطل. وبسمع كلام ماما، ماما بتعمل لي عصير بشربه بسيط قوي، وماما بتشتري لي اياه وبمسكه باكله، باكله بسيط قوي. قال لي شو هو؟ قلت له بديش اقول لك، تعال اوريك اياه. لما وريته اياه واكله وصار شطور، رحنا اليوم على البحر اللي هو فاز علي وصار شطور قوي. يعني انا مبسوط كتير عشان صاحبي صار بطل وبسمع الكلام وصار قوي. انا بدي اقول لكم ايش هو هيدا عشان انتوا تاكلوا منه وتصيروا قوي زي صاحبي. اقول لكم ايش هو. 1 2 3 اوبا، واو، الرمان. هذا الرمان، الرمان هذا بنشتريه نعمل عصير، ما بتشربنا اياه وبناكله، هو بقوينا وخلينا قويين 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 قويين، بيزيل الدهون وخلينا نشكين هيك وبقوي العضلات. يا سلام، شايفين؟ انا العضلات. يس، هذا من الرمان. طبعا الرمان في اسهل طريقه له، بتجيب السكينه وبنعمل دائره من فوق وبنحززه وبنفتحه. أسهل طريقة لتكشير الرمان طبعا هذا هي. بعد ما نعمل الدائرة هاي بنحزز التحزيز من جميع الزوايا، بعدين بنفتح الرمان. أسهل طريقة لتكشير الرمان هاي. يا سلام، ممكن نفتح الصحن ناكله، وممكن نعمله هيك حبوب وناكلها ماسكة بقوينا وخلينا بطل ونشطين وخلينا نفوز بالسباقات. يا سلام، ماسكة. وإذا أنت تسمع كلام ماما، خلي ماما تعمل لك إياه عصير وبتحله، وأنت بتحل الواجبات تشربه بصير إيش؟ ولد شطور نشيط، بسمع كلام مامته، وعشان شطور بسمع كلام مامته، مامته بتعمل له مفاجأة، بتعمل له عصير الرمان. ماما، وين عصير الرمان تبعي؟ ماما عاملة لي عصير الرمان. يلا يا ماما، هيك تعالي، تعالي اشتيزي. شكرا 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 لك، شكرا، I love you ماما. طبعا بقول لماما شكرا عشان جبت العصير، بحبها كثير. هذا عصير رمان، ممكن نعمل رمان ناكله وحب هيك، ممكن نعمله عصير ونشربه وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا بنشرب العصير، وطبعا الاكل والشرب في ايدنا اليمين زي ما تعلمنا. الحمد لله. يا سلام، يا صرت بطل، صرت قوي وانا نشيط. الرمان بقوينا وخلينا قويين وخلينا ابطال، وانا هيك بكون مبسوط منكم كتير. انا بكون مبسوط منكم كتير لما تاكلوا رمان، تشرب كلام ماما وتشرب العصير عشان تصيروا قويين وتصيروا ابطال ونشطين. وعم علوش بقولكم لا، عشان تصيروا قويين وابطال. واللي بسمع كلام عم علوش يعمل لايك وشير وسبسكرايب. بديش اقولكم سبسكرايب. بقولكم باي.